عشان نعرف الوضع في محافظة اسكندرية معانا اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية عشان نعرف منه كل التفاصيل. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا زوال. اهلا بحضرتك. حجم الامطار اللي كانت في اسكندرية قد ايه وازاي اتعاملتوا معاها؟ والله حضرتك احنا من اول امبارح جالنا اخطار ان في تغيرات مناخية والامطار هتبقى متوسطة ممكن تغزو احيانا يعني طرفين حرم من اول امبارح. اول امبارح كان في امطار يعني متوسطة وخفيفة ومتقطعة. امبارح من الساعة 6 صباحا كانت متوسطة وغزيرة على معظم الأحياء في المحافظة. احنا طبعا بمجرد الإنذار ده بنرفع الحالة، بننشر سيارتنا كلها على مستوى المحافظة بإجمالي 138 سيارة و42 بدالة. المحطات كلها بتبقى في وضع الاستعداد، بتسحب تنفضي بيارات بتاعتها على طول. كل القيادات موجودة بقى على مدار الساعة عشان نقدر نتعامل مع التغيرات المناخية اللي بتيجي على اسكندرية. سيادة اللواء بعد التحية يعني خلينا نعرف برضو من حضرتك، هل التوقيت ده هو توقيت معتاد لسقوط الأمطار في اسكندرية ولا يعني أو وقت نوى معروف ولا ده تقلبات طقس عادية؟ استاذ جمان احنا طبعا دي ثالث مرة يحصل تقلبات مناخية في الاسكندرية. كان غالبا دايما الكلام ده بيحصل في نهاية شهر 10 في أول شهر 11، انما احنا معنينا احنا لسه في نص 10 اهو، ثالث مره يحصل امطار على اسكندريه وتغيرات مناخيه. فاحنا التغيرات المناخيه دي بقت خلاص حاجه اساسيه بتحصل معانا على طول يعني، وبنعمل حسابها وبنتابع على مدار الساعه بقى مع الساده الافاضل في هيئه الامطار الجويه ان احنا نتابع الطقس ونستعدله بكل ما نملك عشان لا يضار احد في الاسكندريه. طبعا هي عظيم. سياده اللواء، عربيات شفط المياه بتكون حضرتك قلت انها بتكون على استعداد اول ما بيتم اختاركم من هيئه الارصاد الجويه، بتكون على استعداد في اماكنها في الجراجات بتاعتها ولا بتخرج للاماكن المعروفه اللي بيحصل فيها تجمعات امطار كل سنه؟ لا حضرتك احنا بنقول عندنا على مستوى اسكندريه حوالي 155 نقطه ساخنه بننشر السيارات دي والبدلات دي. البدلات دي برضو زي معده فيها تصفيه الميه الاماكن اللي متوقع تجمع فيها الميه. الاماكن دي مرصوده بواسطه الخبره السابقه مع البلاغات اللي بتيجي للساده الزملاء في المرور، الزملاء في عمليات المحافظه والاجهزه التنفيذيه، البلاغات اللي بيجينا على غرفه عمليات شركه الصرف الصحي على 175. فاحنا رصدين النقط دي وبنحط العربيات مسبقا فيها قبل بدايه الامطار يعني. عظيم. عشان تبقى جاهزه تسحب الميه اول باول ان شاء الله. سيادة اللواء، هل كل المناطق اللي تعرضت لسقوط الأمطار تم التعامل معاها وتم شفط المياه معاها ورفعها ولا لسه في بعض الشوارع اللي فيها تراكمات للمية؟ يعني الحمد لله بقول لحضرتك يعني امبارح على ما يعني اللي كانت بداية الأمطار كانت 6 قبل الساعة 6 صباحا امبارح وغزارة جدا في حي العجمي وحي الجمرك وحي غرب وبعدين وسط ومنتزه أول ومنتزه ثاني وشرق. الحمد لله يعني كل اللي حصل أو كل التجمعات ما يعني خدتش وقت كبير قوي، اترفعت على طول وما حصلش الحمد لله اي اعاقه مروريه على مستوى المحافظه بالكامل. كان في تواصل مع قيادات المحافظه ومع التربيه والتعليم عشان اتاكد ان ابنائنا راحوا المدارس والامور كويسه، ما فيش اي اعاقه مروريه على مستوى المحافظه بالكامل الحمد لله. الحمد لله يا فندم. سياده اللواء، محافظه اسكندريه من المحافظات اللي شهدت طفره في وسائل النقل وفي الطرق والكباري اللي تم انشائها خلال الفتره اللي فاتت، هل الطرق الجديده والكباري الجديده ايضا تم الاخذ في الاحتياط والاعتبار ان احنا نكون موجودين في هذه الاماكن الجديده؟ اكيد حضرتك احنا ما فيش اي مشروع بيتعمل في اسكندريه الا بيحصل تنسيق على مستوى المحافظه. كل المرافق كل شركات المرافق بتتواجد، كل واحد بيبقى عارف المشروع لو ليه مرفق موجود في عند الكوبري ده او عند الطريق ده مثلا لو في اي حاجه بيبقى في تنسيق كامل، واحنا يعني متابعين المواضيع والامور قبل اثناء الانشاء وبعد التنفيذ عشان ما يحصلش برضه في تجمع ميه على الكوبري او الطريق الجديد ان شاء الله. عظيم. حسب التواصل طبعا بين حضراتكم وهيئه الارصاد، هل لسه ما زال مستمر سقوط الامطار يا فندم ولا يمكن هي امبارح كانت ذروه سقوط الامطار في اسكندريه؟ لا والله هم متوقعين برضه النهارده امطار برضه متوسطه بنسبه 60%، واحنا الجو طبعا الحمد لله الشمس طالعه بس في شويه سحب كده قدامنا في اتجاه الشمال، وربنا المستعان باذن الله مستمرين في رفع الحاله لعند ان شاء الله استقرار الحاله الجويه ان شاء الله. في نصائح معينه حضرتك تقدمها لاهل اسكندريه؟ والله اهل اسكندريه احنا كل الاجهزه في خدمتهم يعني، احنا بس بنناشدهم ان فتره النوات لما يكون في تغير مناخي وفي امطار وفي رياح وكده يعني يحاولوا يبعدوا عن المباني القديمه، يحاولوا ما يمشوش كتير في الشارع، يعني يدوا فرصه للاجهزه التنفيذيه تقدر تتعامل بس.
انما كل التحيه لاهل اسكندريه واهل مصر كلهم. طبعا شاكرين يا فندم. طيب سياده اللواء، بالنسبه لحاله البحر، هل في خروج مثلا من الامواج على الشط بره على الكورنيش؟ لا، البحر الحمد لله الاموج مش عالي قوي ولا حاجه. احنا طبعا بيجي لنا دايما برضو مع من طريق هيئه الارصاد ارتفاع الامواج، انما الحمد لله الامواج في الحاله المتوسطه والعاديه، مفيش طيب هل احنا عندنا حاله طوارئ يا فندم؟ غرفه العمليات مكونه من مين؟ طبيعه التنسيق والتواصل بينكم عامله ازاي؟ حضرتك احنا معانا غرفه عمليات الصرف الصحي 175، دي موجوده مع الساده المواطنين كلهم، يتصل بالموبايل او من التليفون بتاعه الارضي 175، ومتواصلين مع كل اجهزه التنفيذيه في المحافظه من خلال لاسلكي. يعني احنا متواصلين مع عمليات النجده، عمليات المرور، عمليات المحافظه، عمليات المرافق كلها، فبالتالي احنا عندنا يعني شبكه كامله وسامعين بعض كلنا على مدار الساعه ان شاء الله. عظيم جدا يا فندم. نشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء محمود نافع، رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه. شكرا لحضرتك يا فندم.